يعني يا رشا، بما انه نحن مثل ما قلنا قبل شوي عم نتحضر لشهر رمضان الكريم وعم نحاول نسلط الضوء على كثير من المشاكل او حتى الاستفسارات اللي كثير من الناس بيراسلونا فيها. كثير بيهتموا بموضوع الصحه والتغذيه بشهر رمضان، كونه الجسم بده يدخل على شيء جديد. اكيد الناحيه الهضميه والناحيه الصحيه كثير موضوع مهم، كثير من الاشخاص بيعانوا من المراره بشكل كثير كبير، وبيكون الصيام صعب عليهم نتيجه بعض يمكن التصرفات الخاطئه او بعض الوجبات يلي بتختلف، يمكن بتختلف قديش هي بتحمل من ضرر لإلهم بحسب المواد الغذائيه المكونه منها. وايضا ابرز المشاكل الشائعه لدى مرضى القلق الحجابي المراره ايضا خلال شهر رمضان المبارك، وبعض النصائح المهمه اكيد مع الدكتور احمد نسيب عرق سوسي استشاري الجراحه العامه والتنظيريه وايضا جراحه الصدر وامين سر الرابطه السوريه للجراحين العامه. عمين صباح الخير دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا دكتور، اهلا وسهلا. اهلا، شو بدنا نقول لك؟ كل عام وانت بالف خير، قربنا على الشهر الكريم. كل عام وانتم بخير، مناسب شهر رمضان، وكمان نحن اليوم يوم الطبيب العالمي. شلون 1896 كان اول عمليه تخدير بالجراحه حسب الاساليب الحديثه، فاعتمدوا بمفك انه هذا يوم الطبيب، وصار عندنا بسوريا نحن انه يوم 30 اداه هو يوم الطبيب العالمي. فكل عام وانتم بخير. وانت بخير دكتور، ومنعيد كل الاطباء السوريين أكيد. بشكل خاص وكل اطباء العالم. اهلا وسهلا دكتور. كنا عم نقول انه في اشخاص عندهم مشاكل صحيه هضميه ممكن يسبب لهم الصيام بعض الاشكاليات. خلينا ببدايه، يعني الجسم مفروض يتهيأ صح قبل دخول عمليه الصيام، شو هي اهم الخطوات؟ هلا نحن الصيام الفترة الماضية كان عم يجي رمضان بشهر الصيف، فكان عم تكون فترة صيام طويلة، عشتون سوائل كذا تشفاف يعني. هلا حاليا تقريبا اعتدلوا، يعني وقت نحن ما بنعرف وقت الصيام أدوى الفطور. شو نحن أهم مشاكل بتصير معنا عادة كنا نلاحظها بالسنين الماضية السابقة، أول أسبوع رمضان بلش مشاكل التهابات المعدة بشكل متواتر، يعني أول فترة. السبب انه انت الجسم فتره محروم من الاكل والشرب، فجاه نحن عندنا عادات غذائيه مو كثير ظابطه، شلون؟ عم نلحق اكل وشرب وسكريات كثير، فها حلو شغلات دسمه كذا، شلون؟ فغالبا عم يكون معنا خلال فتره عم يصير لنا مشاكل ما بعرف كيف عم تكون بشكل جيد. فاحد الشغلات الاساسيه انه نحن انه بالصيام وقت الافطار الواحد يفطر بشكل معتدل، إذا بدي تعمل حلويات كذا شلون بعد 3-4 ساعات مو كلهم قفى بعض، يعني مو خلال نص ساعة يلحق كلهم سوا، شلون بنتجنب كثير هالمشكلة. شلون الصيام كثير مفيد، يعني هو بالعكس الحديث النبوي صوم وتصح مو انه شو شو، ولكن في بعض الإجراءات لبعض الناس بدها تكون بشكل جيد. مفضل عندنا شك انه يكون صفاوي او ممكن التهاب انه عندهم ما بعرف شلون، يفضل تجنب الأكلات الدسمة تمام، والإكسام من السوائل بشكل جيد، هيك بنتجنب من حكتي هالمشكلة. في عندنا المرضى عندهم قلص حجابي، عرفت شلون؟ يعني انت المريض عنده في عندك افتخاء بفوهة المريء، عرفت شلون؟ عم ترجع للمواد الطعامية أو العصائر الحامضية للمريء، عرفت شلون؟ ممكن تسبب مشاكل. هدول يفضل إنه إذا صام يفطر وجبة كثير خفيفة، وكل 3 ساعات يعني شغلة بسيطة، عرفت شلون؟ الوجبة تتقسم على 3-4-5 دفعات ما تكون دفعة واحدة، كثير بنتجنب هالمشكلة هي، إضافة إنه بالنوم يكون على سرير بشكل مائل، ما يلبس شيء ضيق، كيف هي كلها نصائح هن بيعرفوها يعني، بس نحن بنركز عليها اكثر اثناء الصيام، شلون؟ وجبات خفيفه بشكل تكون انه ما يكون في تواتر، ونخفف تجنب المواد الحامضيه البندوره المطبوخه كذا، بيعرفوا هن مركزهم. هي النوع الثاني. عندنا النوع الثالث نحن ممكن يصير معهم مشاكل بالصيام، هن مرضى السكري. مرضى السكري بتعرفوا السكر الانسولين ممنوع يصوم هذا بشكل قولا فصلا. السكري النمط الثاني حسب، في ناس انه مضبوط سكرهم بشكل جيد وكذا، شلون؟ فهذا ممكن يصوم، والصوم ممكن يفيده اكثر يعني. لكن نحن بننتبه لشغلتين، نحن انه ممكن اثناء الصيام ممكن يصير معه نقص سكر مثلا، اعراضه مثلا بيصير معه انه تعصيب، شلون؟ تعرق بشكل غزير، شلون؟ غشفه كذا. هذا مفترض مباشره مجرد ما تصير الاعراض هي، شلون؟ يتناول قطعه سكر او كذا يفطر، يعني ولو حتى انه يعني قدين 5 دقائق، لا يفطر ما يستنى، شلون؟ بده يتجنب هالاشياء، يعني بيكون صومه بحذر، عرفت شلون؟ مرضى السكريين. هلا مشابه لهم مرضى تبعون جراحات البدانه، قصر المعده وكذا، هدول نحن اول 6 شهور ما بنخليهم يصوموا، لانه بده يكون له سوائل اكثر وكذا، شلون؟ لكن بعد 6 شهور ممكن يصوم بنفس المحاذير، انه نحن ننتبه انه يكثر سوائل، يقسم الوجبات بشكل يعني 4-5 وجبات فتره هالافطار 12 ساعه، ما يكون وجبه واحده او وجبتين، والوجبه السحور تكون فيها
نوع مثلا من البطاطا كذا النشويات اللي انه اللي بتحرق السكر بشكل بطيء، مع انه يعني عشان يضل انه متوازن السكر عنده اطول فتره. تمام الحديث، يعني هي شغلات بسيطه شلون، ولكن انه واحد يعني بده يكون هو طبيب نفسه. تمام، يرتب امور بشكل جيد ان شاء الله تعالى. نعم دكتور، اليوم اذا بعض الاشخاص بيعانوا من مشاكل معينه، السؤال هل ممكن يكون في تهيئه اذا صح التعبير لحتى نحن نهيئ جسمنا وصحه نحن رح ندخل بالصيام والانقطاع لهي الساعات الطويله عن الاكل والشرب؟ لا مو هي مو هي مو تهيئه، يعني هي كفتره يعني هلا متعت لك ممتاز. هلا هي نحن هلا الفتره هي بنكون تقريبا نتعادل وعشتون، يعني انت كان الساعه يكون 12 ساعه بشكل طبيعي، نحن عاده بين وجبه وجبه 6 ساعات 7 ساعات، يعني حطول الفتره اطول شوي صغيره. كيف نحن كفكره اساسيه يعني هو الصيام له غايتين عشتون، يعني غاية دينيه كذا شلون، لكن الغايه الثانيه شلون نحن الانسان يحس بشعور الفقير شوي صغير شلون، ويعود جسمه دقق بجسمه يضل انه نحن شو بدك تاخذ خذ. فحنغير عادات، حنغير عادات اكيد. هلا نحن التدريب هم مثلا اكثر شيء، مثلا الناس بتدخن مثلا بتعرف مشان النيكوتين كذا، مثلا في ناس هلا بتعرف الصبحيات اذا ما شربوا له خمس فناجين قهوه مثلا ما بيصحصح مثلا، هذا بده يخفف شوي شوي كذا. لكن هي نحن بالاكل والشرب كذا نقطتين هن الوجبات تكون صغيره ومتوازنه، ما يجي على الفطور خلال يعني 12 ساعة ما عم تاخذ شيء ونجي نحن خمس دقائق مفاجأة بكل شيء. هي مثل ما نحكي شلون نحن يعني نحن برنامج كثير بسيط، مثلا صارت افطار مثلا مي او مثلا شراب يكون طبيعي او كذا شلون، تمرتين ممكن يقوم يصلي كذا شلون، هالخمس دقائق 10 دقائق هي معناته اعطاها السكريات وهي شلون، بلش بشربه بسيطه شلون، كسر خضروات شلون، تجنب الدسم، الدسم بشكل عام جسم وقت تكون فتره انت ما في سوائل كذا شلون، تاهب انه يصير فيه وقود صفراوي ممكن يصير حصيات شلون. فالفكره الاساسيه انه احنا ما كله يكون دفعه واحده شلون، وخفف الدسم يعني هي تماما. دكتوره وجبه السحور، في شغلات ممكن ناكلها بوجبه السحور تعمل تاثير خلال النهار، تعمل حرقه، تعمل تشنجات معده، شو هن المواد اللي المفروض نبعد عنهم بوجبه السحور، مواد غذائيه؟ هلا نحن يعني ما يكون في بندوره مطبوخه، ما يكون في دسم كثير مثلا، يعني البيض يفضل يكون مثلا مسلوق وليس مقلي مثلا، يعني ضروري وجبه السحور يعني معقوله بتشيل الجسم؟ تمام تمام جوعانه. لا 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 هلا هي وجبه السحور هي يعني انت حتمنع الجسم فتره طويله شلون؟ بعمل لك مثلا في يكون في بطاطا مثلا اشغال تكون نشويات انه تحرقها يكون بطيء، هذا بيخلي انه يعطي طاقه للجسم بالفتره شلون، حتى يعني في ناس مثلا تمر او كذا، بس المهم انه يعني ما يكون في كثير فيها دسم. هي نقطه. النقطه الثانيه نحن مثلا نفشغات مثلا شربات كذا شلون، ما بدنا شيء يرفع السكر بسرعه وينزل بسرعه شلون، بدنا شيء يحرق السكر بشكل بطيء حتى تاخذ طاقه بشكل متوازن، فيكون فيها خضار. يعني متعودين ان احنا انه نواشف انه ما في بروح لموضوع النواشف. طيب هلا ممكن تمسك يعني البطاطا المعكرونه كذا هي كلها بتعطي طاقه وتحرقها بيكون بطيء شلون، مفيده جدا شلون، بس بدك كمان شو مع مثلا خاس جزر كذا شغلات انه كمان هيك يعني مثل ما قلت لك اطول فتره ممكن تعطي طاقه، ما انه والله زوي وتنزل راسا مره واحده شلون. السحور كثير مفيد يعني كثير وجبه اساسيه، ان احنا وجبتين بس نحن الفكره نركز عليها اكثر انه بين السحور والفطور يكون في شغله خفيفه شلون، ما انه والله نحن انه سحبه بسحبه شلون، بدها شويه ترتيب هي القصه، ويعني ان شاء الله مو ما هل يعني ما بدنا نخوف في عالم رمضان شهف يعني مثل بتقلي شو شلون، ولكن بده شويه ترتيبات. اكيد بدنا نشكرك دكتور على كل المعلومات وكل النصائح، بنتمنى لك شهر كريم ومليء بالخير والانفراجات. شكرا لك. شكرا دكتور، ان شاء الله بلقاءات ثانيه رح نرجع نسالك عن نسبه هذا رمضان، اكيد حتقلي النسبه يعني مشاكل الهضميه. كم واحد اشتغلناه خلاص ان شاء الله اليوم يعني اكيد في عادات جديدة بهذا رمضان يعني حتقل هدول المشاكل الصحية اللي حضرتك حكيت عنها. شكرا لحضورك ورمضان كريم عليك. تمام.